تحية طيبة. يقولون لكل مقام مقال، فكان لمقام نبوة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ذبح عظيم، وكان لسوريا شهداء عظام لنصر عظيم، صاغتهم من ترابها فاستحقوا أن يكونوا شهداء، جدير بهم أن يكونوا قناديل ليلك سوريا، استحقوا أن يكونوا عشاقا، وعشاق سوريا هم من طراز آخر، من طراز أولئك الذين لا يهتكون الأسماء، استشهدوا ولم يخونوا. هؤلاء فقط لم تلدهم أمهاتهم بالمصادفة، رائحتهم تفوح منهم، الرغيف المقمر والزعتر. أم حاتم وهبها الله أبناءها الخمسة، فعبرت بهم إلى سماء سمراء كهذه الأرض، وفتحت نافذة بيضاء لما بقي من ضوء القمر. هو عبور مهيب، والعبور عند أم حاتم شهادة، والعبور عند الأعزاء الشهداء حبيبة اسمها سوريا. أم حاتم المتكئة باطمئنان على موعد النصر، لملمت الخناجر من أثلام الجرح، فتحت العيد وأطلت من نهاره وقالت: سوريتي، إليك أبنائي، هؤلاء الشبان نذرتهم شمعة بطولهم وبطولك، كل عام وأنتم بخير. أهلا بأم حاتم. أهلا 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 بأم حاتم، نورتينا نورتينا يا أم حاتم، شرفي شرفي، يا أهلا ومرحبا. شرفي أم حاتم، تفضل. لم يحتمل هذا الظلم يسقط دفعة واحدة على شعبهم وبلادهم، ودعوا الأصدقاء وأم حاتم. أم حاتم لا تقدر أن تنتشل نفسها من جرح أبنائها، سحبوهم من بين أصابعها الكادحة ومن العين، صورهم ملأت الجدران المتعبة، ذهبوا إلى آخر الأفق ليكتبوا اسمك سوريا، أحبوك، هذا هو سر التكوين. كل عام أنتم وسوريا وقائد سوريا بألف خير. لعيد الأضحى لون في سوريا لون يختلف عن الأعياد في باقي هذه المعمورة، لون بعيد بلون الشهادة. أنا أرحب بالسيدة أم حاتم أم الشهداء، أهلا ومرحبا، والأستاذ أسامة بنيات المغترب السوري المنتمي دائما إلى هذا الوطن، والروائي علي محمود صاحب الكلمة الجميلة. وعلى الهاتف معنا رجل أب لشهيد
وهو صاحب السماحة مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون. أهلا ومرحبا بكم صاحب السماحة. أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله، وجعل هذا اليوم هو بداية عيد سورية الأكبر التي تحمل بشائر النصر اليوم بوجود هذه الإطلالة لأم الشهداء وللطيبين من الأبناء الذين جاءوا من المغترب أسامة، ولمن سيكتبون رواية الوطن الأستاذ علي، ولكل من يحمل هذه الرسالة من الإعلاميين الذين قدموا أرواحهم في سبيل الشهادة من أجل هذا الوطن. وكل عام وسوريا مطلة علينا بأجمل وأعطر دماء، ألا وهي دماء الشهادة. كل عام وأنتم بخير سيدي. اسمح لي أن أبدأ معك بهذا السؤال. نحن الآن بحضرة قامة سورية من سنديان هذا الوطن، هي أم ويكفيها هذا اللقب أن تكون أم، زاد عليها أن تكون أم لخمسة شهداء أبناء أعزاء، وحضرتكم سيدي أب لشهيد سارية رحمة الله عليه أيضا، فماذا تقول في هذا المقام؟ في هذه اللحظات لا يمكنني إلا أن أقف أمام أم حاتم لأقبل رأسها وأقول لها، يوم وقفت الخنساء لتقول لأبنائها الأربع على مشارف بلاد الشام في اليرموك، رأت أن المعركة ستكون بين العرب وبين من احتلوا سوريا يومها من الرومان. قالت لهم وقد نظرت إليهم، أي أبنائي والذي نفسي بيده، ما أرضعتكم من سدي إلا طهرا، ولا فضحت لكم خال، ولا دنست لكم فراش، ولا خنت لكم أب. فها هو اليوم يوم الجهاد، فلا تفضحوني بعد أن سترتكم، ولا تذلوني بعد إن أعززتكم. فقال لها الأربعة، كيف نذلك ونفضحك يا أماه؟ قالت، أن تهربوا من أرض المعركة وتأتوا إلي معانقين، فيقول الناس هكذا أرضعتهم الخنساء، لو أرضعتهم الشرف والإباء لما هربوا من المعركة. فيا أم حاتم، هذا الذنب ذنبك، أنت أرضعتيهم الشرف والعزة والكرامة، فأبوهم الصالح وأنت الحياة، اقتديت بإبراهيم، يا حياة إبراهيم سيدتي الغالية، أوليس إبراهيم عليه السلام هو من قدم إسماعيل أضحية لله عز وجل ففداه الله بذبح عظيم؟ أليس عبد المطلب أراد أن يقدم والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضحية أيضا؟ أوليست زينب الكبرى عقيلة أهل البيت قدمت في معركة واحدة وفي يوم واحد في كربلاء 30 من أبنائها وأحفادها وأخوها الحسين عليه السلام؟ يا سيدتي، أنت التي أرضعت عليا وكامل وحازم وعلاء وفيصل، هذا الطهر والنقاء من أرض سوريا، قلت لهم الوطن عرض والأم أصل وجزر، فإن ضيعتم الأرض فقد أهنتم العرض. لذلك يوم جاءوك شهداء ومن كل أنحاء سوريا جاءوك، وهذه عظمتك يا أم حاتم، واحد جاءك من حلب وقد عطر أرضها بدمه، وواحد جاءك من داريا وقد كثر الطوق عنها، وواحد جاء من ريف اللاذقية ليطهر زراها وجبالها، والآخر في لبنان هناك يوم أرادوا أن يجعلوه دولا فأبينا إلا أن نبقيه دولة واحدة. لذلك سيدتي الكريمة، أنا اليوم لا أدري أقول للخنساء أو لأم محمد درة في غزة التي هيأت ابنها يوما للجهاد، فقلت لها والله يا أم محمد لولا فلسطين لما دمروا سوريا،
ذنب سوريا أن حافظها رحمه الله قال إن القدس في قلب سوريا، وأن بشارها وفقه الله أصر على أن فلسطين بالنسبة لسوريا هي القضية المحور والبوصلة التي نصالح عليها ونقاتل عليها، فمن أراد تضيع فلسطين أراد أن يضيع سوريا. فأشهد الله يا أبناء أمي حاتم أنكم اليوم في السماء تقولون يا ربنا من أجل فلسطين دمروا سوريا، ومن أجل عزة العرب وكرامتهم ذبحوا أبناء سوريا، ومن أجل شرف أمهات أمتنا العربية الواحدة حاولوا أن يدمروا مساجدنا ومدارسنا ومشافينا ومعاملنا. لذلك سيدتي أقبل رأسا حمل هذه العزة والكرامة، وأقبل يدا ربت أولادها على هذا الطهر، وكل جيشنا كل جيشنا هم علي وكامل وحازم وعلاء وفيصل وساري وسارية، وكل شهدائنا هم أبناؤنا الذين في القلب أسكناهم وفي الروح دائما حضرناهم وفي السماء ائتمناهم. لذلك وأنت اليوم تطلين في هذه الجمعة يا أم إبراهيم يا أم حاتم، وأنت تطلين على سوريا من هذه الزاوية الإعلامية، اجعلي بسمتك مشرقة، قولي لهم كلكم يضع وساما، وأنا وضعت 5 أوسمة، أوسمة العز، أوسمة الكرامة، أنني قدمت أولادي فداء لوطن وعقيدة ورسالة ما خان منهم أحد ولا كذب منهم أحد. قولي لهؤلاء الذين يجتمعون في فنادق إسطنبول وبريطانيا وفرنسا والرياض والدوحة، قولي يا من بعتم وطنكم بالدولار وبالريال وبالدرهم، نحن لن نبيع وطننا بل سنفديه بالدماء والأرواح، وهذا نموذج من النماذج. قولي للعالم الغربي الذي يعتقد أنه حضاري وما عرف الحضارة يوم دمر آثار سوريا وحضارة سوريا، قولي لهم هذا جيلنا الذي ربيناه، وهذه جبالنا الطاهرة تحافظ على القيم في رؤوس القمم، وسهولنا ستسقي الجزور إلى يوم القيامة. عيد الأضحى عندنا متميز عن كل بلد في عالمنا اليوم، فسوريا خلال سنواتها 5 قدمت على مذبح التاريخ والإيمان والحرية ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمه حمزة يوم أحد، وما قدمهم من الأحبة جعفر بن أبي طالب و70 من الشهداء. هذا طريقنا للعز والكرامة والحرية، وستبقى سوريا بكل أبنائها هم أبناء أم حاتم، وكلهم جند القائد الصادق، وكلهم لك يا سوريا فداء، ولكم يا أبناءنا ويا أحفادنا مدرسة عطاء، ولكم يا أجدادنا ويا آباءنا نموذج من الأخلاق التي ربيتمونا عليها ومما أرضعتنا إياه الأمهات الطاهرات. صاحب السماحة سيدي أم حاتم كمان حابة هيك تقدم كلمتين، تفضلي ست أم حاتم. أخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك أخ الكريم؟ يا أهلا وسهلا سيدتي، أهلا أم حاتم، يا أم الطاهرين الطيبين. أخ الكريم كيف صحتك؟ نحمد الله إليك ونقبل رأسك باسم هذا الوطن كله. الله يرحم جميع الشهداء ويرحم ساري معي، والله يطولنا بعمرك، والله يرحم جميع هالشهداء الوطن ويشفي هالجرحى. آمين آمين. دعائك ستنا إن شاء الله إن شاء الله. بدك تدعي لنا كلياتنا وتدعي لجيشنا
وتدعي لقائدنا لأنه دعائك لن ترده السماء. الله يحميكين، الله ينصركين، والله يوفقكين، وشو ليك ونحن لها الوطن، وشو ما قدمنا لها الوطن والله بيضل قليل. الله يخليك لها الوطن وقائد هالوطن. الله يبارك لنا فيك. وإن شاء الله النصر للوطن وقائد الوطن ولتراب سوريا الغالي. وإن شاء الله بتزوري كل جامعاتنا ومدارسنا. إن شاء الله إن شاء الله أخي الكريم. أنت الأم المثقفة اللي شهاداتك أعلى من شهادات الدكتوراه لأنك ربيتي جيلا من الطيبين الشهداء. تسلم يا أخي الكريم، تسلم. أهلين. سماحة المفتي صاحب السماحة، نعم، أتيت في كلامك الجميل، أتيت كثيرا على ذكر مساحة التربية في حياة الإنسان، وكانت خير مثال على ذلك حالة أم حاتم. الآن منذ قليل قدمت صبية لأم حاتم باقة من الورد، هذه الصبية ابنة الشهيد العميد مالك قاسم، وهي في السنة الرابعة طب بشري ومن المتفوقات في جامعة تشرين. هذا مشهد من أبناء الشهادة. في المقلب الآخر من المشهد السوري نرى طفلا يحمل سيفا ويحز رأس سوري. بين هاتين الصورتين وبالتالي هذين الجيلين، أين مستقبل سوريا؟ سيدتي، منذ عام 1973 إن كنتم تذكرون السيد الرئيس حافظ الأسد طيب الله سراه، نعم، فتح مدارس أبناء الشهداء إن كنتم تذكرون، نعم، وجعل الوطن جميعا في خدمتهم، وجعل هذه المدارس نموذجا للوفاء بالعهد والوعد لكل من قدم روحه للوطن. أتدرون من أبناء هؤلاء الشهداء الذين درسوا في هذه المدارس؟ والله يا سيدتي يا أختي وفاء، أكثرهم كانوا من طيارينا ومن أطبائنا، تخرجوا من مدارس أبناء الشهداء، فهم الآن بعضهم شهداء هذا الوطن، لأن آباءهم كانوا النموذج، ومدرسيهم كانوا أيضا عدد من المدرسين والمدرسات من آباء وأمهات الشهداء داخل هذه المدارس، فكانوا النموذج الأروع والأعلى والأسمى الذي عرفته سوريا. ولذلك السيد الرئيس الآن جزاه الله خيرا، والسيدة حفظها الله زوجة عقيلة السيد الرئيس، الآن لهم اهتمام خاص بأبناء وبنات الشهداء وفي هذا التطور في الأكاديمي العلي الأعلى في الدراسات. أما الطرف الآخر، أنا لا أقول هذا الطفل الذي يذبح، إنما أسأل عن ابن الرقة الذي ذبح أمه، هذا الذي ذبح أمه بيده. الفارق بيننا وبينهم أننا تربينا بلغة السماء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وتربوا بالكراهية والحقد وقتل الآباء والأمهات. فتصوري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له ذاك الشاب: يا رسول الله، تركت أمي وهي تبكي، فخذني معك إلى الجهاد، فقال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، أمسك برجلها فهناك الجنة، وقبل رجلها فهناك الجنة. وهذا الذي علموه كيف يذبح أمه بالرقة. لو عرفت تاريخ هذه الأم التي ذبحت في الرقة، سلي أبناء الرقة جميعا، هي من جبلة، سكنت الرقة منذ أكثر من 20 سنة، وتزوجت من أخ من الرقة، وهي كانت موظفة بالبريد، ما كان إنسان من أهل الرقة يدخل إلى البريد إلا ويسلم عليها كأم. يقول أهل الرقة: كلنا كانت لنا أما هذه الطاهرة البتول. فعلموا ابنها أن يذبحها بيده. أقول هذا للعالم، هذه ثقافتنا وتلك ثقافتكم. هؤلاء ثوار سوريا الذين تدعمونهم يا غرب وتمدونهم بالمال، يا من تعتقدون أنكم مسلمون، هؤلاء الذين ربيتموهم ليقتلوا أمهاتهم، ومع أن الله عز وجل قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإن كانت أمك مشركة وأبوك مشرك كافر، أكثر من هذا ماذا يكون؟ انظروا إلى تربية القرآن، قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني ضغط عليك لتكفر بالله، فإياك أن تؤذيهما،
ماذا تفعل مع أبيك وأمك الذين سيقاتلونك لأنك مؤمن؟ قال الله له لهذا الإنسان الذي قتل أمه، هذا المجرم الذي ربي على يد شيوخ مجرمين، قال الله له وإن جاهداك على أن تشرك لي بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، فإن كانت أمك تريد أن تذهب إلى معبدها وأنت مسلم فاحملها على ظهرك وأوصلها إلى المعبد، وقف عند باب المعبد لتحملها على ظهرك وتعيدها للبيت، لأن الأمر وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإلى الذين جعلوا عندهم قنوات للقرآن الكريم وقنوات للتفسير وقنوات للتعليم وعلموا الناس القتل، نقول قنواتنا ومدارسنا وأمهاتنا ووطننا ليعلم الناس الحب والرحمة والعطاء والفداء. فالفارق بيننا وبينكم أن أبناء شهدائنا هم الآن يسعون للشهادة وراء آبائهم من أجل وطن باركته السماء، أما أبناؤكم فهم يقتلون آباءهم وأمهاتهم ويسرقون وطنهم ويبيعون تاريخهم وآثارهم وحضارتهم ويستعبدون لغير هذا الوطن، فهم أذناب. ولذلك هؤلاء قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك دائما نقول هي الدولة السورية هي الأم الأعلى والأب الأعلى، وبالتالي لابد لهم من العودة إلى حضن الوطن، إلى العقل الجمعي السوري الأصلي الذي تحدثت به صاحب السماحة. سيدتي كم من عفو أصدره السيد الرئيس كثير. من عام 2011 حتى اليوم كثير. كم من ضباط وجنود انشقوا عن الجيش ثم أحسوا بهذا الخطر الداهم فعادوا إلى مواقعهم، وأشهد الله أن بعضهم عاد واستشهد. صحيح. عاد واستشهد، وأنا أعرف بعضهم ممن شعروا أن القضية كانت من أولها إلى آخرها كذب ونفاق وخبث لتدمير سوريا. نعم. لذلك ما حدث في دارية بالأمس المعظمية حيث قالوا أن هنالك فرز طائفي ومذهبي وأنهم تفرغ دارية ليسكن بها غيرها. نعم. أقول قد كان عندكم في اللاذقية منذ 5 أيام وفد بريطاني من مجلس العموم، وذهبوا إلى من تحتضنهم اللاذقية، وأحيي اللاذقية وطرطوس اليوم وهي تحتضن 1.5 مليون سوري من حلب وإدلب وحماة والرقة ودير الزور من أهالينا. نعم. فسألهم هؤلاء الإعلاميون أو البريطانيون قالوا لهم هل أنتم سنة أم شيعة، مسلمون أم مسيحيون؟ أشهد الله، كان الجواب نحن سوريون. نحن سوريا كانت قبل الإسلام وقبل المسيحية، سوريا كانت قبل المذاهب وقبل الطوائف، فاستقبلنا الدين فاحتضناه حبا وإخاء وليس الدين حقدا وكراهية، استقبلنا المسيحية الله محبة، واستقبلنا الإسلام لا تؤمنوا حتى تحابوا، واستقبلنا جعفر والشافعية وأبا حنيفة وزيد ثراء فكري وعطاء روحي، واحترمنا وعشقنا عليا وعمر رموز أمة فتحوا لنا أبواب الحضارة عظماء هذه الأمة، فليبحثوا عن غير هذا المنهج فلن يجدوا في سوريا إلا سوري يحمل حضارة وتاريخا وقيما. هم منذ 6 سنوات حتى الآن يصفون جيشنا بالطائفي، فليأتوا وليروا جيشنا الضابط والمجند كلهم من أسرة واحدة. والله لقد حدثت حادثة في جبال اللاذقية، ذهبنا إلى بيت مقدم شهيد لنقدم لهم هدية، فرجونا أن نقدم هذه الهدية لمجند استشهد مع هذا الضابط لأن هذا المجند ترك والدا ووالدة. ذهبنا إلى بيت المجند فإذا بالأب والأم يقول لا إن هذه الهدية لبيت المقدم الشهيد، قلنا لماذا؟ قال لأنه حمل ابننا يوم جرح على ظهره 5 كيلومتر، هذا الضابط حمل المجند على ظهره 5 كيلومتر وأنقذ ولدنا من جرح ثم استشهد معا. ف
فكان يعامله كابنه وابننا يعامله كأبيه. هذا جيشنا الذي نقول به للعالم، هذا الجيش هو الذي انتصر. صحيح. الذي وقف أمامه 100 دولة في العالم، ولكن إذا كان الله معنا فمن علينا؟ وسوريا سيبقى الله حاميها كما قال هذا القائد، وستبقى سوريا مباركة بدعاء النبي. اللهم بارك لنا في شامنا ولا يظهر منافقوها على مؤمنيها. تحيتي لك أختي وفاء، وتحيتي للطيبين أسامة وعلي. أما أم حاتم فأقول لها يا أم حاتم، لك في كل رقبة سوري دين أن نكون جميعا أبناء لك، وأحفادنا في خدمتك، وأبناؤنا دائما ينظرون إليك رمزا من رموز هذا الوطن، أنت وأم كل شهيد. وإلى إعلامنا السوري أوغاريت وكل قنواتنا الإعلامية أقول إن أوسمة الشهادة على صدوركم جميعا من الإعلاميين، والإعلامي رسول كلمة، فأسأل الله أن تكون كلمتكم هي كلمة الصدق والأمان، وكل عام فيه النصر والخير. وأرجو الله أن يكون عيد الأضحى هذا نهاية هذه الأزمة. آمين. على سوريا. آمين. وبداية البناء والعمل والرجاء. وتحية إلى كل أمهات وآباء الشهداء وجيشنا. شكرا. العربي السوري وقائدنا وشعبنا. شكرا. مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، أنا أشكر لك كثير الشكر هذه المشاركة. وأشكر أيضا طبعا لابد من التنويه على الهدية التي قدمت للسيدة أم حاتم في هذا العيد. الشكر الكبير لكم سيدي، أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وكل عام وأنتم بخير. وشكرا لك أختي وفاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لأن بالإضافة لهذا الشيء سيد أسامة، يعني سماحة المفتي، سماحة المفتي بيوم الجمعة تحديدا، يعني معلوماتنا ومؤكدة أنه لا يختلف عن باقي الأيام، له مشاريع إنسانية، فيوم الجمعة كمان بيكون له خصوصية. طبعا نحن بدنا نبلش القسم الثاني من حوارنا، بدي افتتحه أيضا مع السيدة أم حاتم. وأم حاتم طبعا نحن قلنا أم حاتم أم لخمس شهداء، كما سوريا أم لكل هؤلاء الأبناء. أم حاتم مرحبا من جديد. أهلا وسهلا. مبسوطة؟ مبسوطة. مرتاحة؟ مرتاحة بوجودك. يا أهلا ومرحبا. تسلمي لي. بدي أرجع معك لورا شوي. أم فضل. حاتم هيك بس هيك بتخبرينا كيف أول نبأ، خمسة الله يرحمهم، النبأ الأول للشهيد الأول كيف وصل لك؟ الشهيد الأول أول ما خبره أخته سنة. أول ما جاه الخبر لأخته سنة، بعدين خبرت أخوه وقت اللي خبير، قال لي لبست ثيابك وبدأ أنزل على المشفى. قلت له شوفي بالمشفى؟ قال لي كامل متصاوب هيدا اللحو على المشفى العسكري. اتصل مع شوفر سرفيز جاهو لعنا على البيت، نزلنا على المشفى، هو يخبرني متصاوب. لحقنا على المشفى العسكري، طبعا اللي سابقين من الاقرباء على المشفى صاروا يعزوني، صاروا يعزوني هيك بوفاته واستشهاده. هوني الله ورحمة الشهداء تصبرنا شوي، الله اعطاني الصبر، والله يرحم هالشهداء اجمعين. أنا فخورة بولادي وبرفع راسي فيهم، والله سبحانه وتعالى بعد لي هني، تقدمت له الوطن ولقاد هالوطن تيرفعوا لي راسي. الله يرحم جميع الشهداء. هلأ بدي أنقل أنا هذا المشهد للأستاذ علي. النبأ الأول، الابن الأول، العزيز الأول،
قطعة الجسد الأولى، سميها ما شئت. وأم حاتم ما بتعرف إنه نبأ الاستشهاد 2 و3 و4 و5 بده يتكرر. هاي الحالة بتحيطها الكلمات بالرواية؟ ما في أدب قادر أن يحيط بجرح على الإطلاق، مهما حاول، مهما امتلك مهارات فكرية ولغوية، مهما كانت روحه حاضرة المبدع أيا يكن، هو غير قادر على الإطلاق أن يتذوق مرارة الجرح. هذا الملح، هذا الصدأ اللي يدخل بين الشريان والشريان، القلم لا يتسع أو لا يكفي بالأحرى، والقرطاس لا يتسع. وحدة المنديل تبع أم حاتم هلا مسكته بإيده، وحده فقط هو الترجم الحقيقي لكل ذلك. مساحة الحزن هائلة لا تتسع، حتى السماء أنا بتصور لا تكفي أم ثكلى بابن. حتى سمائك الزرقاء، حتى سمائي الزرقاء لا تكفي، وهي هيك عنوانها لا تكفي. صح. فما بالك أم 5 أطفال، يعني 5 أرحام. الأم هي خمس، ومدد كبير من الذكريات طبعا لكل شاب. تفصيل التفصيل اللي يمكن نحن الذكور، أنا بدي أحكي بالناحية، والأبناء لا نعرفه. الأم عينها تراقب كل شيء في كل لحظة، من بداية تكوينه مضغة في داخله في روحه، حتى يصير شاب وأب وجد، هي تراه بدقة مطلقة، وفجأة تفقده تماما. هذا العرض الجميل العذب المستمر الذي بدأ في الرحم وتصور وتجسد فجأة اختفى. أي قلم يكفي هذا الحزن؟ ما في. أنا هيك قلت كل الأدب لم يكفي صرخة امرأة. يعني ممكن نحن بعد سنين تجي الكتابات منقوصة، ما بتترجم الحالة الحقيقية لوجع سوريا. حتى ماديا أنا الآن ماديا ما ممكن أبدا روح الكاتب تصل إلى هذه الحالة حتى يزوغ ذات الألم. وبتصور لما بيزوغ ذات الألم لن يكتب أبدا، لأنه بيعرف لن يكفي. مع أنه بيقولوا الألم يعني بيفتح أفق الكتابة. شو قدمة الخنساء؟ هل يكفي ما طالما سمحت المفتي ذكر كمثال كل ما كتبته الخنساء؟ يكفي ما أحست به في اللحظة الأولى لخبر وفاة ابن؟ أكيد لا. نعم نحن قاصرون جميعا أمام المحسن وشبيهاته، أمام هذا الشهيد. أنا ما بعرف بعرفه إلا بالطريقة التالية. أولا وجود إذا الله هو المطلق الكل القدرة، هذا الشهيد هو روحه على الأرض، هو الكائن الوحيد الذي فتح بابا للموت وقال له اهرب من النافذة، مع أنه هو الذي فقد، ولكن بفقده كشهيد فداء هاي المفاهيم الطاهرة والعالي والسامي ثبت حقيقة الحياة. ما حدا بيثبت حقيقة الحياة في الموت إلا الشهيد. الشهادة هي لبوس للموت، ولكن لبوس يفوق كل جمال. لبوس طاهر مبارك. لبوس طاهر يفوق كل جمال. فمين أصحابه بدهم يكونوا بهالحالة؟ أصحاب الشهادة. هو من يرد الدين كاملا بل أكثر. كلنا نرضع من هذه البلاد، عم نرضع منها تاريخيا من بدء الخليقة حتى الآن، عم نرضع من الشجر ومن البحر ومن الجبل ومن السهل ومن الصخرة ومن الوردة ومن النبع، كلنا نرضع من هذه الجبال والبلاد. الوحيد الذي يقدم كأس حليب لهذه البلاد هو الشهيد. هلا بدي انتقل عند الأستاذ أسامة. قلنا أنه نحن بعيد الأضحى، والأضحية متعارف عليها دائما هي الذبيحة، لكن بأبعاد تانية الأضحية التضحية، وللفعل شكل من أشكال التضحية. ما بدنا نسمي قدومك
تضحية على الإطلاق، هي عودة للذات، عودة للوطن، وإن شئت عودة للجمال كما قلت في يوم من الأيام لأنها ذكريات. لكن عودتك الآن أستاذ أسامة بينما يعني يحاول البعض الخروج من هذه الدائرة، الخروج من هذا البلد لأسباب خاصة، أنت رجعت وحامل معك كل الحنين ورجعت وشفت أم حاتم، وكنا سوية وطلعت على بيت أم حاتم وشربنا قهوة عند أم حاتم. ليش رجعت أستاذ أسامة؟ نحن رجعنا طبعا، نحن أكيد ما فينا نكافئ الشهداء ومستحيل نكافئ الشهداء، لأنه نحن مدانين إلى الأبد ما حيينا. قدر التضحية للشهداء شيء كبير جدا، ونحن عم نحاول يعني بشغلات بسيطة جدا يعني مقارنة بالتضحية الكبيرة، وخاصة السيدة أم حاتم. تعبير رمزي إذا لإرضاء ذاتنا نفسيا أو إحساسنا إنه التضحية الكبيرة اللي قدمتها سيدي أم حاتم، بعتقد أول شيء نفسيا إراحتنا نفسيا إنه شو فيني أقدم أو أي شيء ممكن أقدمه نفسيا عينيا أي شيء بحيث إنه ارتاح نفسيا للتضحيات الكبيرة اللي قدمتها وقدموها الشهداء في سوريا. وبعتبر شيء بسيط اللي عم اعمله أنا، بس ارضاء يعني لنفسي ولا احساسي ولا نوع من الوطنية او احساسي بانه شو سورية. ممكن انتم حدود يعني صحيح هاي مفردات صعب الواحد يتلفظ فيها، لكن ممكن نحكيها. انا رح احكيها باعتبار ناشر الخير كفاعله، بناخذ خير من هذا الشيء. استاذ اسامة يعني طلع على بيت الست ام حاتم وقدم هدية وتكفل بمساعدة تجهيز المنزل اللي عايشة فيه أم حاتم، بالإضافة إلى أشياء أخرى هو بيتحفظ عن ذكرها. شو ممكن أنتوا توصلوا لوين أنتوا المغتربين؟ يعني أنا لاحظت من كلامك عم بيقول أنه بتقدم لي سعادة إلي، بمعنى حتى الاقتراب من الشهيد نحن كمان الربحانين، حتى الاقتراب من ذوي الشهيد الآخر هو ربحان، هو كسبان، حتى نفسيا انت ارتحت. فالاقتراب من العائلة مطلق شهيد انت ارتحت، قديش شهيد كريم طبعا ما في مقارنة. وبالنسبة لي انا عم قلك شغل، انا لإرضاء نفسي ومثل بعتبره نوع انه غذاء روحي إلي ان ارتحت نفسيا في قدمت شيء وشفت له السيدة أم حاتم طبعا، وقبل شهداء قبل أنا السنة إجيت 3 مرات. طبعا بحس إنه هيك مثل نوع الغذاء الروحي اللي هي أهم من أي شيء تاني. هذا بالنسبة لي وبدي أحاول أعبر حتى بالتعبير، يعني شو في مجال قدم، شو في إمكانيات، لو حتى يعني طبعا أكيد ما بتقارن. هلا بنرجع للاستاذ محمود، في اسئله انت جواتك للست ام حاتم بدك تسالها، بس انا كمان بدي اسالك قبل. التضحيه، مفهوم التضحيه بالروايه، بالقصيده، بالشعر، كيف انت بتقراه؟ غالبا هاي المنطقه تحديدا، ليس سوريا فقط أو سوريا الكاملة، سوريا الإقليم، سوريا ما تشائين، هي بلد بمفصل جغرافي حكم عليها بمفاصل أخرى تاريخيا سياسيا اقتصاديا، هذا الموقع الجغرافي الخطير. نرجع شوي بنلاحظ أنه هاي البلاد أيضا هي مهبط الأنبياء جميعا، حتى إبراهيم الخليل رحلته الشهيرة من حلب، بداية من حلب معروفة في التاريخ. فإذا بلاد تغلي دائما، تغلي فكريا، تغلي عقائديا، تغلي روحيا.
بالضرورة الأدب هو ناتج عن هذا الصراع، الأديب أو المبدع أيا كان، كاتب، شاعر، راقص، مسرحي، بده يعالج أي قضية اجتماعية أمامه، بده يعالجها أدبيا أو بطريقته الفنية. الاحتكاك، التماس بأي شيء في المجتمع بيأثر بشكل مباشر بروح الكاتب لأنه حساسيته عالية، فما بالك هيك قيمة. شخص يقدم دمه، ما بقى في أغلى من هيك على الإطلاق. والروح، نعم أم حاتم هي الأكرم لأنها قدمت 5 شهداء، بس مثلا كامل أكرم من أمه، كامل حكما أكرم من أمه، كامل في مكان هو رايح على مكان بيعرف أنا رايح أعانق الموت، في تصميم، في إصرار، بيعرف لوين رايح، وبالتالي هون التضحية لا هي القيمة الأعلى تضحية. والأكثر سموا. وأنا ليش عم قول أكرم من أمه، وهي حقيقة مطلقة. أم كامل قدمت كامل ألمها، كامل قدم روحه كاملة. أنا بدي كنت أسألها لقطات صغيرة وبتهمني دائما. تفضل. مثلا ونحن عم نحكي بشو كانت عم تفكر، مين عم تتذكر من الخمسة؟ أي مخدة واحد منهم بتخصها أكثر شيء؟ هون على القتلو لمثلا فيصل جاكيته أي يوم، شو كان السبب؟ مثلا حبيبة واحد من الشباب إمتى حكيت معه آخر تليفون؟ شو أم حاتم عندك هالتفاصيل؟ الشباب اللي استشهدوا الله يرحمين ما عنده الحبيبة كان خطيبة زوجة؟ لا غير كامل. كامل متزوج وعنده ولد؟ أي كامل متجوز وعنده ولد. هلا انت هذا الشيء اللي انت بتعرفيه، بس نحن ما بنعرف اذا كامل. كامل متجوز وعنده ولد، ساكن هوني بالمدينه. يعني كيف كنت شوفه، كنت شوفه مثل الضيف، يروح لا يطلع لعندي زياره مثل الضيف، مثل الضيف بعد اللي تجوز وقاعد لحاله. كنت اي شاب من الشباب الله يرحمهم ما بالضروره كامل متزوج البعيد. تفضل. يعني هلا شفنا نحن بالتقرير استاذ علي، شفنا بالتقرير في غرفة الثياب المعلقة، في غرفة فيها شفنا في غرفة فيها سريرين، قاعد انت على طرف سرير والصور محيطة بال هذا. هاي الغرفة كان هالتخت لعلاء، نعم التخت الثاني كان لحازي. بدي اسألك سؤال. تفضل. ما كل البشر فيزيولوجيا انه رائحة عرق معين، لما بتتذكري واحد منهم بتتذكري ريحة عرقه؟ بتذكر ريحة عرقه وريح ريحته الطيب الشريف النظيفة كلي. آخر واحد يمكن علاء اللي شربته فنجان قهوة الصبح سوا. علاء تعال تشهد. علاء بينه وبين حازم 17 يوم. بينه وبين استشهد حازم، بعثوا له اخواته برقي لمعلمه، علاء كان بدرية وفين يطلعوا. بعد 6 أيام من وفاة حازم الله يرحمه طلعوهن من دارية، قال له معلمه، قال له يا علاء صالح، قال له نعم سيدي، قال له بدي بعتك على الضيعة 6 أيام إجازة. هو طبعا ما كان يبعته إجازات، كان يبعته مغادرات 48 ساعة، يعني يتحمم يغسل ثيابه ويسافر. الصبي ضحك، حسب معلمه ما حكى لأخو حاتي. ضحك الصبي قال له عن جد معلم، عن جد يا سيدي بيعتني على الضيعة؟ قال له يا علاء بيعتك 6 أيام على الضيعة. بس علاء طبعا ما سمعوا بشيء، ضب أغراضه وإجا مثل بيقولوا طاير من فرحه جاي إجازة يشوف أمه. يعني بعد اللي صار هالازمه وهالشهاده ما بعته اجازه، مغادره. لحق على البيت تفاجأ، بوفاة اخوه، باستشهاده. باستشهاد اخوه هون الصبي معه. ورجع استشهد بعد 17 يوم. بعد 17 يوم بلط وليك، صرنا نحن يعني نواعي، صار اخوه يوعي ويا علاء خليك اقوى من هيك، ويا علاء انتو فضل الوطن، ويا علاء الوطن بده، ويا علاء، وصار يعني من هيك وهيك. قضى اجازته
الستية نهار السبعة، قلت له يا أمي بدك تسافر يوم كان يوم أربعاء، بس هالصبي حزنان، هالصبي حزنان وزعلان. عمري يعني خدم الخدمة الإلزامي بحياته ما جا، وحسيته زعلان هي بعد سنة من 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 عسكريته ويروح ويجي، عمري ما حسيته زعلان. شوفوا الصبي زعلان كتير، يفوت على المطبخ فوت خلفه، يفوت على غرفة لعلاء فوت على غرفة النوم فوت خلفه، يطلع على السطح طلع خلفه، ينزل على الشقة التحتاني لسه ما كانت مسكرة وعلى البلاطة ينزل خلفه. قل له لعلاء ليش زعلان؟ قل لي مش الحزن بعيونه. يا امي ريخي لحاتم قاعد بالصالون، رحت اطلع. قال لي روح طلعي قدامي هني طامي، ما طلع وما اخذه. المهم قلت له يا امي اليوم ما راح تسافر؟ قال لي لا والله ماني مسافر، بدي اتاخر هاليوم. قلت له يا امي انت بتعرف شو من خلفها بهالازمه هي، بتعرف شو من خلفها التدخيره؟ قال لي بعرف. قلت له مثل بندق. اتاخر يوم الصبح لبس، شربنا فنجان قهوة أنا وياه وأخو، لبس ثيابه وودعنا ونزلنا من الطابق الفوقاني خلفه، تلحقنا لنص الدرج. عين هيك لورا قال له عين بحاتم وتبسم وضحك. شو قال له؟ أنا ما قال له. عين في لورا هيك قال له ولو؟ قال له شو بدنا؟ قال له استبدنا نشوف بعضنا؟ قال له لا يا علاء انا ما بعرفك هيك يا خيي. قال له لا والله ما رح نشوف بعضنا. قال له لا يا علاء بدنا نشوف بعضنا يا خيي، كل ما سافر سفر عشاء بدي اروح لعندك وجيب عشاء وتعشى انا وانت ورفقاتك مثل كل مره. حسيتي بهيك لحظه بس انا مثل حاسس بشيء؟ انا من قبلها بيوم من يوم الأربعاء قلت له يا أمي ما رح تسافر اليوم؟ قال لي لا، بس أنا حسيته ما أنه طبيعي، حسيته يعني. وعلاء بالذات بعرف بده يستشهد، بعرف بده يستشهد، وعندي حاسة بده يستشهد وهو بيعرف بده يستشهد. لأنه كل ما جا مغادرة يقعد على هالبرندة ويعين فيني ويضحك، يقول لي شو شعورك وقت اللي هالموكب بده يجيك وانا شهيد بهالموكب، شو شعوري؟ ثلاث مرات ثلاث نزلات ينزل ويقول لي واللي اشتهى ناله. ضل بعد سفرته سافر يوم الخميس الثلاث استشهد، يعني ما كفى الاسبوع. الله يرحمه. الله يرحم جميع هالشهداء يا الله. آمين. الله ترحمنا برحمة العالمين وتحفظ هالبلاء. تفضل. ما في شيء غريب بالإنسان كبني وككيان؟ كلنا بنكبر بالأمر ونهرم نشيخ ونفقد كل شيء، الشباب والرونق والجمال والشعر الأسنان، نخسر كل شيء مع تقدمنا بالأمر إلا الدموع. عندنا مخزون هائل قادرين نقدم دائما. والأسوأ أو الأكثر ألما أنه دموعنا مالحة دائما. يا ريت في شي دمعة حلوة. الله يرحمه للشباب. الله يرحمهم. الله يرحمين ويرحم شهود سوريا كلها ويشفي الجرحى يا الله. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله النصر لسوريا ولأطراب سوريا ولوطن سوريا. آمين إن شاء الله يا رب. بهالأسماء وبهالشباب وبهذا الشكل من الشهادة وبوجود الأمهات مثل أم حاتم وبوجود الطيبات السيدات، أنا هون بدي أسأل سؤال كمان. حالة أم حاتم بترجعني لورا لل 2006، كان الملمح المرأة اللبنانية وتحديدا امرأة الجنوب واضح لما بتجي سيدة بينهد بيتها فبتوقف حد بيتها وبتقول فدا سيد حسن نصر الله، نزل البيت أو استشهد ابنه. بس كمان عندي حالة السيدة السورية أم حاتم وأمثالها، كل امرأة فقدت ولد هي بتشبه أم حاتم، تجي بتقول أنا قدمت خمسة والسادس إلك تكرمي يا سوريا.
أنا ما بدي أعمل مقارنة أستاذ علي. الإمرأة السورية إمرأة متحضرة تتقن المدنية حكما من 10,000 سنة. أنا هذا رأيي الشخصي، ولا لن نصل إلى هذه الحال بلا أساس حقيقي ومادي. في صقل لتجربة الألم، لذلك منقول يعني أنا كنت حريصة على هذا هالمشهد، هاي الصورة، بشوف أنه فعل المقاومة يوجد الأشخاص نفسهم، فعل المقاومة ميكانيزمات تركيبة الأشخاص هي نفسها. السيدة اللي بتفتدي مالها لكائن من كان وللوطن، واللي بتفتدي حتى بأبنائها للوطن، ذات نفس المرأة السورية اللي بتفتدي بأبناء سوريا. فبالتالي فعل المقاومة على ما يبدو بيفترض تركيبة معينة هي على نسق واحد ما بين المقاومة وسوريا الآن. تحية للمقاومة الوطنية في لبنان، وتحية لأم الشهداء أم حاتم، وتحية لكل شريف بهذا البلد. تحية للأرواح، لا علينا منهم السلام. نحن منقول أنا بدي أحييكم، بدي أتشكر الأستاذ أسامة، وأنا بدي أشكرك بشكل شخصي طبعا على مبادرة رائعة. شكرا لك كمان، وشرفني حضورك معي طبعا. أهلا ومرحبا، والشكر أيضا لكلمات الروائي الأستاذ علي محمود. علي محمود إنسان جميل جدا أيضا. شكرا. أيضا طبعا نورتينا ست أم حاتم، أنت سوريتنا. تسلمي. أهلا ومرحبا، والشكر شكر لك جميعا. أهلا ومرحبا، والشكر موصول أيضا إلى صاحب السماحة مفتي الجمهورية العربية السورية على مشاركته في هذا البرنامج. أما الشكر الأكبر فلكم أنتم مشاهدينا، ألقاكم في لقاءات مقبلة، كل عام وأنتم بألف خير.